مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أعراض تلقيح البويضة قبل الدورة الشهرية بأسبوعين. يمكن أن تتأكد المرأة من ثبوت حملها بعد تأخر دورتها الشهرية المنتظمة، ولكن لأنها تنتظر هذا الحدث بفارغ الصبر فهي تتساءل وتبحث عن الأعراض التي تسبق موعد الدورة الشهرية والتي تؤكد حدوث الحمل. في البداية قد تبدو الأعراض ضعيفة وليست واضحة، ويجب ألا تفرح المرأة في حال ظهرت الأعراض القوية، لأنها قد تكون دليل على حدوث الحمل الغير السليم وليس كما تتوقع. فعندما تزرع البويضة المخصبة في الرحم بعد اليوم السادس إلى اليوم الثاني عشر من التبويض، فمن الممكن أن تبدأ أعراض الحمل الخفيفة في الظهور في هذه المدة أو بعدها بأيام قليلة. بعض النساء تظهر لديهن أعراض الحمل بمجرد أن يتم انزراع البويضة المخصبة في الرحم، ويلاحظن ذلك مع تكرار الحمل، وللوراثة دورها في هذه الظاهرة. ومن الأعراض التي تظهر قبل موعد الدورة ربما الشعور بوخز خفيف نتيجة للغراس البويضة، ولكن السبب في أن الأعراض تكون خفيفة أن البويضة تكون لا تزال في الأنبوبة على شكل خلية مفردة، ولم تبدأ بعد في مرحلة الانقسام لكي يبدأ عمل هرمونات الحمل التي تنتشر في الدم. وأثبتت الدراسات أن أفضل وقت لفحص الحمل هو قبل قدوم الدورة بيومين أو ثلاثة، هذا في حال كانت الدورة الشهرية منتظمة. لكن ليست دائما تكون أعراض ما قبل الدورة الشهرية دليلا على حدوث الحمل. قد يكون الوقت المبكر لظهور هذه الأعراض أن تكون أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوعين بعد فترة من وقت التبويض. أحياناً أيضاً تكون هذه الأعراض متشابهة مع أعراض البرد ووجود بعض الالتهابات في الجسم. كذلك هذه الأعراض تكون مثل شم الروائح الغريبة أو الشعور بالرغبة في تناول طعام والشعور برائحته في الأنف. يمكن أن يحدث تغيرات في المزاج وتقلبات نفسية غير معتادة. من بين الأعراض أيضاً الإمساك، والذي يزيد بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة لاسترخاء الأمعاء في هذه الفترة ولتغير هرمونات الجسم. ثم هناك أعراض أقل في تأكيد الحمل، خاصة في أن تكون من أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوعين، مثل الصداع وآلام الظهر، التعب والإعياء، والرغبة في النوم لفترات طويلة.